حياكم الله، انا رجل اختطفت وذبوني في البر في الجنادرية، وبقول لكم سالفتي الان. السالفة اني كنت في محطة، فجأة جوني بدو فتحوا الباب على انهم مباحث وجروني جر وهبلوني. هم شكلهم يقمرون او يستخدمون سحر. الشاهد انهم طلعوا لي ورقة وصدقتهم في المباحث، وفتشوا سيارتي وفتشوني وركبوني في سيارتي. المهم ركبوني في سيارتي ومشوا لين آخر الجنادرية في بر، مكان مهجور ما في أحد. نطلني ونزلني. هم شخصين، واحد راح بسيارتهم وواحد جاء معي، ويوم ذا نزلني قال بفتشك. قلت ما تفتشني، ودني القسم. هو يصرخ علي يقولني بفتش. قلت ما تفتشني. المهم نزلني وسكر الدرايش وقاعد يكلم ربعه. وانا طبعا الى الان مصدق انهم مباحث، ما جا في بالي انهم حرامية ولا جا في بالي انهم عصابة ابدا. يوم كلم ربعه فتح الدريشة، المهم فتح الدريشة وقال خلك هنا بجيب ناس مثلك بنوديكم كلكم القسم. اخذت منه موية وهو راح اقفى. انا يوم شفت راح قلت انحاش ما انحاش، مكان مهجور بر ما في احد. ركضت مشيت يمكن 3.5 كيلو او 4 كيلو او اكثر. المهم ما مشيت حول 4 كيلو لقيت اسطبل مهجور. رحت لين ما لقيت اسطبل حسيت الناس اتوسم فيهم الخير. لقيت عامل هندي وكلمت من جوال هندي، اقسم بالله 4 ساعات، والله 4 ساعات، 16 مكالمة على الشرطة، كل مكالمة 25 دقيقة واكثر. الين عقب 4 ساعات يلا جتني فرقة. يوم ركبت مع الدورية واسمع في العمليات مرتين كل شوي بلاغ، ناس يدعون انهم مباحث وسرقوا السيارات. نفس حالتي بالضبط، يعني هذا وانا راكب في الدورية لمدة ساعة، هذه حالتي وانا في الدورية، فكيف قبل اركب الدورية وكيف بعد ما نزلت من الدورية؟ يعني في حالات واجد، وسمعت قبل الواتساب وكذبتها لين ما جتني سبحان الله. والسيارة كان فيها 6000 وكان فيها جوالات ايفون وكان فيها اغراض، يعني كل اللي حول السيارة يمكن فيها 13000 او حولها. يعني الشاهد يا ناس انا احذركم وانبهكم، ترى العصابة دي منتشرة في كل البلد، وانا في الدورية سمعت بلاغين وانا الثالث، فكيف اللي قبلي واللي بعدي؟ خلوكم حذرين وانتبهوا. فاللي عرف مسؤول يبلغ بالسالفة، حلالي راح بكيفه، بس هالعصابة مسكوم لا يتبلون ناس مثلي، والله يعني الامر مؤسف صراحة. وفي الاخير اقولكم يا شباب احذروا وحذروا الناس، ترى هالعصابة منتشرة في كل البلد، واحذروا خلوكم حذرين، ولا احد يمشي الا ومستامن نفسه.